خلاص انت بستاذ يقوم ساعتين. ركنا على المباشر. مساء الخير ستات، مساء الخير أبناء ستات داخل وخارج أرض الوطن. نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء التفاعلي، وهو تتمة للقاء أمس الذي انقطع لظروف خارج عن إرادتنا، ظروف تقنية. الحمد لله الآن كنظن بأن تصلحت الأمور، وبالتالي غنتابع النقاش ديالنا مع زملائنا الإعلاميين. يحضر معنا لهذا اللقاء كل من سي عبد الرحيم المرزوقي، هو صحفي في جريدة أخبارنا. مساء الخير استاذ، مساء الخير اللقاء. سي مصطفى عفيف، صحفي في جريدة الأخبار، وأيضا سي حسن حليم، صحفي في جريدة الأحداث المغربية. الموضوع الذي اخترنا أن نناقشه اليوم هو موضوع الإشاعة في زمن كورونا، موضوع مهم، موضوع له راهنيته، موضوع يناقش على شكل واسع ليس فقط بين المواطنين أو لدى الرأي العام، موضوع يناقشه الجميع. وتبين بأن الإشاعة والمعلومة الصحيحة هي جزء أساسي في معركة محاربة هذه الجائحة وهذا الوباء. طبعا غنكملوا منين وقفنا بالأمس، كان بالأمس بدينا النقاش. دونك سي مرزوقي، مرحبا بك من جديد. مرحبا سي المزاري، مرحبا للمتابعي الاخبار ستات. دونك سي مرزوقي، البارح توقفنا في النقاش ديال على ان هل الإشاعة كتكون كتبارطاجا بعشرات الالاف ديال 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 المرات في وسائل التواصل الاجتماعي، كيكون بلاغ من عند الهيئات المسؤوله، لا الاداره العامه للامن الوطني، لا الصحه، وزاره الصحه، لا المجالس، لا جميع القطاعات. هذاك الشيء البلاغ التوضيحي ولا التكذيب ولا هذا كيتشاف في دائره ضيقه، معناه اللي كياخذ حقه لحد الساعه هو الاشاعه. بطبيعة الحال يعني البلاغ كيكون يعني ضيق، ما كيقدمش معطيات يعني كثيره يعني احيانا على هذاك الموضوع المعين، وكيخلي وما كيقطعش مع هذيك الاشاعه اللي كنتكلموا عليها. كي مجموعه من الناس اللي هما يعني بمجرد انهم ما كيتاكدوش من المعلومه، ما كتكونش عندهم معطيات دقيقه، وكنشروا على موقع التواصل الاجتماعي في غياب تام يعني المسؤولية، الحس الوطني، يعني كينزرع الخوف، الهلع، المجموعة من الأشياء اللي هي كتكون يعني بدرجة أولى كتأثر، خصوصا في هذه الفترة ديال فيروس كورونا اللي هو فيروس خطير، واللي خرج كلام كثير. كاين اللي كيقول لك الطيارات غادي يجيو يديروا تعقيم وما شنو غادي يديروا، كاين اللي كيقول لك بأن بزاف بالنسبة لمجموعة من الأمور الطبية، ما تكلمش على الإشاعة غير في إطار أنه ترويج مثلا عدد الإصابات. كاين حتى أخطاء طبية، مجموعة من الناس كيسموا بأن كورونا ما عاد كيتحيد بهذه، كورونا كيقدر يجيب هذه، وكتكلم على مجموعة من الأشياء اللي هي كتكون يعني أحيانا شائعات يعني غالطة بزاف، ماشي غير بالضبط في مجال يعني الحالة وعد الأرقام اللي هو يعني مخصص حتى في المجالات يعني الصحية والطبية في المجال ديال كورونا أو محاربة كورونا والدراسة وكذا، كتخرج مجموعة من كيتم تحريفها على 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 يعني الأصل ديالها، أو كما حطوها الناس كخبراء يعني أو أطباء في هذا الحال.
نعم سي مصطفى عفيف، البارح كنت انطلقتي من هذه المساله ديال ان بعض المرات المؤسسات الرسميه ما كتخلي كتغدي هذه الاشاعه، وعطيتي النموذج ديال التعاطي ديال الصحه مع الارقام ومع مع المستجدات. نعم زميلي هشام، كما ذكرت بالامس على ان من بين المشاكل اللي كتخلي هذه الإشاعة أنها تأخذ المكان ديالها داخل المجتمع وكيصبح أن الجميع كيتيقها، هي الواقعة ديال وزارة الصحة ومن خلال المندوبيات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية. نعطيك أنا مثال، الاثنين الماضي كنتفاجئوا بالصفحة الرسمية ديال المديرية الجهوية ديال وزارة الصحة والدار البيضاء، جهة الدار البيضاء ستات، كتعطينا في الدياغنوستيك عدد الحالات المؤكدة على مستوى الإقليم برشيد، كتعطينا 16 حالة. في نفس اللحظة كنجيو نشوفوا الدياغنوستيك اللي عطاتنا المديرية الإقليمية ديال الصحة ديال برشيد، كتعطينا 15 حالة. هنا واش غادي أمام الأمرين، واش نتيقوا المديرية الجهوية ولا نتيقوا المديرية الإقليمية؟ المديرية الإقليمية هي الأقرب من الحدث. ملي كنجيو نبحثوا على المعلومة، حتى شي واحد ما كيبغي يعطيك المعلومة الصحيحة، كنتصلوا بالمديرية الإقليمية التليفونات ما تيجيبوش. يعني هنا طرحت واحد المجموعة ديال الإشاعات من خلال الصفحات ديال الفيسبوك، كل واحد كيقول لك لا راه على ما تنظن أن شي وحدة في هذا الحي أو في ذاك الحي هي اللي مصابة جات من مدينة أخرى. الاجتهاد، كتقول لك إشاعة أخرى بالاجتهاد. الإدارات الرسمية بعد المرات مني ما كتصداش وكتعطيك توضيح في الوقت المناسب، يعني هي كتعطي هي فرصة للصفحات الفيسبوكية. ما كنعممش على الصفحات الفيسبوكية، كاين بعض الصفحات اللي هما صفحات كيعطيو اخبار جاده، ولكن كاين هناك الى بغينا نقولوا كاين شبكات اللي الهدف ديالها هو الربح. يعني قد ما كتعطيك خبر اللي هو خبر زائف وكيدخلوا عندها لي فيزيتور، يعني الزوار ديك الصفحه، الا وهي اللي تستفد. وهنا كيكون التدخل ديال المصالح المختصه من خلال النيابه العامه، تدخل واضح، لان كانت تعليمات صارمه من اجل التصدي لمثل هاد الافعال اللي كنعتبرها افعال مشينه اللي كتقدر تزعزع الاستقرار ديال البلد. نعم كاين سي حسن حاليا كاين اللي كيقول بان الان الملفات ثقيله جدا عند المؤسسات والمسؤولين اللي دوينا على الصحه، معنا عندهم عمل كبير هو تتبع المخالطين، الوضعيه ديال المستشفيات، الوضعيه الوبائيه، بنفس الشكل بالنسبه للقطاعات اخرين. معنا هذا الجانب تاع التواصل كيضيع وسط من هذه الاهميه ديال الملفات الاخرى. شنو رايك سي حسن في المساله؟ كنجدد ترحب الزملاء اللي مشاركين معنا وموقع اخبار ستات. غير باش نسيجوا الخطاب تاعنا وناطروه باش الناس اللي كيتبعونا يستافدوا اكثر، هو الميزه ما بين الخبر وبين الاشاعه. كاين الخبر اللي هو اللي كيساهم في الاشاعه، كما قال سي عفيف ان خبر هناك عدم وجود تواصل افقي ما بين مدير اقليمي ومدير جهويه، كيعطينا واحد اللخبطه في الخبر، من هنا كيشجع على الاشاعه. خير مثال الاسبوع اللي فات، مدير الجامعه للتعليم تاع الرباط، المدير الاكاديمي دار خبر بحسن نيه او بسوء نيه ما عرفتش، المهم دار خبر بان دار بلاغ بان يعطي الاوامر للمديرين الاقليميين باش يعيطوا على المديرين ويخليهم مشعلين تليفونات 24 ساعه على اساس ان غادي باش نستافدوا من المؤسسه التعليميه. هذا خبر لو كان بحسن نيه ولكن ما كانش بذاك الذكاء. انا ملي قريت هذاك الغالي يعني انا كنقول بان الوباء غادي ينتشر وغادي يحتاجوا للمدارس ويحتاجوا للاعداديات والتعليمات، هنا كتمشي الاشاعه. ربما كتكون خبر ماشي ذكي كيعطينا كيساهم في الاشاعه. حنا كنعرفوا ان الاشاعه دابا كتقيتوها بسرعه الانتشار، على سرعه الانتشار. الاشاعه كانت قبل كتكون من الفم للودن، كتمشي في الحي، كتمشي في الدار، الانتشار تاعها كيكون شويه بطيء، ولكن دابا كليك وحده كتعطينا مليون تاع هذاك. يعني هنا فين كاينه الخطوره تاع، لهذا كما قلتوا بان المؤسسات تاع القطاعات تاع الدوله خاصها تكون قويه وتكون متينه، تكون جدار لصد هذه الاشاعات. انا يعني يخرج اشاعه كندير بيان، كندير بلاغ. هنا بحال اللي كاين دابا في التلفازه الى حد ما كنشوفوا مثلا في التلفازه كتكون التوضيحات الاشاعه داكشي. هنا الانسان اللي لحسن النيه وكيبغي يتلقى الخبر
الرسمي كنقول الحسنيه كاين اللي ما عندوش حسنيه باش يستمع الخبر كيشدو كيهلو كيكثر فيه. هنا كنلقى المشكل تاع الاشاعه هي سار دي بون على العقليه تاع المتلقي والثقافه ديالو والوعي تاعو. كيكون واحد المثقف كيخدم عقلو راه اي حاجه كتجي كيحللها ما كيبارطاجي مور حتى كيتاكد منها مزيان. هنا الانتشار الاشاعه وعدم الوعي او الاميه هنا كيعود عندنا بؤر تاع 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 الاشاعات. ورجعوا للمساله تاع وزاره الصحه، وزاره الصحه كتكمل الاهميه تاعها لانها تقيس صحه المواطن. ملي كيكون واحد الخبر ماشي هو ذاك راه تقيس صحه المواطن. ملي كنقول مثلا عندي 13 ولا 14 هي ما كايناش هنا يعني، وكيجي بلاغ رسمي من المدير الجهوي هنا، الانسان كيبدا يخدم عقلو كيقول لا راه كاين شي حاجه تاع الكذوب، ما كاينش واحد شي حاجه واضحه. هذا على اساس ان وزاره الصحه حاصلت دائما كدير بلاغات يوميه، وهذا هو اداره جديد في العالم، في العالم كامل، ان المغرب يحرص على اعطاء الخبر يوميا باش يحد من الاشاعه. هنا يعني المؤسسات خاصها تقوى باش تحد لنا من الاشاعه. نعم سي مرزوقي، واش نقدروا نقولوا بان احد الدروس البارزة خلال هذه الأزمة ديال الكورونا هو أن الجانب التواصلي، بأن الدولة خصها تستثمر في هذا الجانب ديال التواصل، لأن بان بأن التواصل ممكن أنك تربح به خطوات كيف ما تقدر ترجع به خطوات للوراء. في الحقيقة هو مسألة ديال التعامل الإلكتروني بصفة عامة ماشي غير محاربة الإشاعة، بان بان مجموعه من الاشياء يعني في اليوم اللي محتاجين اننا خصنا نتعاملوا الكترونيا بشكل كبير. يعني هذه الازمه يعني حطت مجموعه من الاشياء اللي خصنا يعني نبقاو نتعاملوا بها على المستوى الالكتروني. بالنسبه للاشاعه ومساهمه يعني الجهات المعنيه كمؤسسات يعني في تقويه التواصل ديالها، هذا امر يمكن ان ننكره، وان يعني المجموعه من الاساسيات كتعرف ضعف في التواصل. ماشي ما كاينش التواصل كاين، ولكن ضعف التواصل هو ان المعلومه اللي كتوصل للناس ماشي هي المعلومه الحقيقيه اللي خصها توصل للناس. على سبيل المثال اليوم كنتكلموا مثلا على عدد ديال المخالطين، عدد ديال الناس اللي داروا التيست، اللي جراو الاختبارات، عدد الناس اللي تصابوا، العدد خصو يكون عندنا شي تفصيل اكثر على حسب الجهات، على حسب الاقاليم، على حسب يعني كل منطقة يعني باش نحدوا الأولوية. الناس دابا ملي كنتكلموا على واحد لابليكاسيون بغات ديرها حاليا وزارة الداخلية بشراكة مع حماية المعطيات وزارة الصحة، مزيان هاد لابليكاسيون اللي دارت فعلا باش تحدد لينا شكون الناس، هذا يعني منطقة الخطر بحال كيما كاينه فلاشين، يعني كتحدد لك المنطقة اللي مثلا البؤرة ديال كورونا، فين كاين الناس مصابين بشكل كبير، فين كاين هادشي مزيان في المغرب. ولكن حنا أولا عندنا واحد الأزمة ديال التواصل على مستوى مجموعه من المؤسسات اللي خاصها توضح يعني التعامل ديالها بشكل كبير في التواصل. اللي كنعرفوه اليوم اننا مجموعه من المؤسسات كتخلي مساحه كبيره للاشاعه باش مجموعه من الناس كيبقاو يروجوا يعني اولا يا اما كيتاخروا في تقديم معطيات او توضيحات، يا اما بحال واحد الخلط اللي وقع مؤخرا في هذه المساله ديال دعم الخيول. وزاره الفلاحه دارت واحد البلاغ تكذيبي، ولكن ملي جيت تشوف البلاغ ديال الجمعيه الملكيه للخيول نشرت واحد الكومينيكي دو بريس اللي كتقول فيه ان غادي يتم واحد الدعم هي واحد الجمعيه اخرى اللي هي ديال الخيول. يعني كنطيحوا في واحد الضحيه، هنا ماشي خبر، ماشي اشاعه ولا خبر زائف، كنطيحوا في واحد التضارب ديال بجوج المؤسسات اللي هما يعني مقترنين ببعضياتهم، يعني ما كاين عدم التنسيق وبعضياتهم، وهذا هو اللي خلق اشكال. تعلم مستوى المديريه الجهويه ديال الصحه اليوم كتقدم لنا مثلا معطيات بحال السطات، كان واحد لقيت قدموا 49 في علم انه كانت ما احتسبوش الوفيات، ولا يعني كان كدير عمليه حسابيه شحال بقاو في لوبيطال، شحال الناس اللي تعافوا، وشحال عدد الوفيات، كتلقى 52 مع 42، يعني كاين اشكال. هذه الازمه هذه اللي خصو يعني هذه المؤسسه ديال الدوله خاصها يعني تستافد من هذه الفتره ديال كورونا وتصحح يعني الاخطاء ديالها وتجيب ناس اكفاء. حنا ما كنطعروش في الناس اللي كاينين حاليا، ولكن خصنا ناس اكفاء ديال التواصل والناس ديال الاقناع. انا كصحفي مثلا ملي كنبغي نقلب على المعلومه، مجموعه من الناس كيطرحوا لنا واحد التساؤل كيقول لك وانتم صحفيين خصكم تقولوا لنا شحال واقعه ديال الناس تصابوا، شحال ديال الناس كذا، شحال ديال الناس هذا، ولكن ما كيشوفوش باننا حنا راه بغينا نقلبوا على المعلومه الصحيحه، خصنا نعيطوا لواحد المدير ولا مندوب ولا
مدير المستشفى ولا كذا خصنا ناخذ واحد الوقت كبير باش نعيطوا ليه. بعض المرات كتطيو يومين وثلاث ايام كتتصل باش تجيب معلومه باش تجيب معطى صحيح كتسمع هذيك اخبار السوق. ولكن الاخبار السوق ممكن شحال حنا كصحفيين مهنيين نبنيو عليها نقولوا مثلا راه كاين عندنا كذا كذا وكذا ولكن بالعمل ولا الشكايات عن طريق يعني الالكتروني كاش مجموعه من الاشياء يعني هذا الشكو كان متقدم يعني قبل كورونا بشويه ما نقولش يعني بهذا الحد لان يعني كورونا حبسات التواصل او الالتقاء يعني وخلات واحد التباعد بين المواطنين والمسؤولين. وفي نفس الوقت يعني هاد الشيء كون كان يعني عندنا قبل ولو بشويه كانوا بعض المؤسسات مثلا اللي مونطاط مخرطه في المساله بحال المدير العام للامن الوطني رئاسه النيابه العامه ولكن وزاره الصحه غائبه كل يعني غائبه حتى في السابق وحاليا حنا وكنعانيو يعني مع الاحصاءات بشكل يومي ما عدا يعني المدير الاوبئه هو اللي كيجي كيعطينا احصاء يعني بشكل عام على المغرب والحاله الوبائيه في المغرب ولكن على مستوى الاقاليم والجهات باش نعرفوا اليوم في مستشفى هذه الجهه وفي المستشفى هذه الجهه يعني الصحفيين كيعانيوا باش ياخذوا يعني المعلومه الصحيحه وباش يحاولوا ما يطيحوش في الاشاعه وما يحاولوش ما يطيحوش يعني في الاخبار اللي هي كاذبه. وحتى بعض المرات طرا احيانا كتكون واحد الاشكال كبير اللي هو كتلقى مثلا عندك شي مصدر شي واحد مثلا موظف او صديق او شي حاجه بحال هكا كيعطيك واحد المعلومه واخا هو في هذيك البلاصه هو ما عندوش المعلومه. كنتفاجئوا حنا مثلا موظف الصحه كتصل مثلا شي انا اتصلت بواحد المدير موارد بشريه تسولته قلت له ودي بغيت نسولك على اليوم شحال عدد الاصابات اشنو كاين ما جاوبنيش. صور هذا مدير موارد بشريه كيتحكم في موارد البشريه في واحد المديريه يعني ما عندوش المعطيات كيف يعقل ان اللي خارج هذه المنظومه اللي هي منظومه صحيه كيفاش غتكون عندي انا هذه المعلومه. وهذا الشيء هو اللي كيخلي اننا اليوم تطور هذه المساله وكتولي كتبني على 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 يعني التطابق ولا شي حاجه ماشي هي هذه وكتولي توصل لواحد المرحله الاشاعه. وي سي مصطفى ملاحظه هذه غتلقى بان الحده ديال الاشاعات شويه نقصات بالمقارنه مع بدايه كوفيد. كنا في الايام الاولى ديال الوباء يوميا كتلقاو المنشورات راه في الحي الفلاني داو عائله في الحي الفلاني داو جوج هنا ثلاثه هذا مصاب راه في البلاصه مصابه. من بعد في هذه الايام هذه لقينا هذه الحده نقصات. واش كان هذاك الجزر ولا العامل التدخل الامن والنيابه العامه في هذا الموضوع هو اللي هبط هذه الحده الاشاعات او ان فعلا بان راه كانت توعيه بان المواطنين وعاوا بالخطوره ديال الاشاعه؟ سي هشام نقدر نقول لك على ان القانون راه كاين راه القانون من قديم هو كاين. ما يمكنش انت غتنشر عليا انا واحد الخبر اللي هو زائد في الصفحه كيما ما كان النوع ديالها وما نقدمش شكايه سواء مباشره او شكايه عاديه للنيابه العامه او لرئاسه المحكمه وما كيتاخذش فيها المسار. كاين القانون ولكن التفعيل ديالو بحده امتى بدا مع مطلع يعني مع مجيء كورونا. الان جميع الاجهزه ما صبحاتش ماشي هي في مواجهه كورونا بوحدها ولكن راه في تحدي كبير حتى مع الاخبار الزائفه. الا خدينا واحد الاحصائيات كانت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء منذ 14 مارس إلى يومنا هذا من خلال واحد الوكالة دارتها الوكالة ديال المغرب العربي للأنباء خاصة هي بالمشتركين اللي معها من أجل تحديد الأخبار الزائفة وعدم نشرها. إلى حدود اليوم وصلوا حوالي 230 خبر زائف. يعني هذا راه ماشي سهل 230 خبر زائف. ولكن رغم ذلك اللي غريب في الامر هو ملي كنجيو كنلقاو مواقع الكترونيه عندها الملائمه عندها واحد مجموعه ديال القوانين وكتطيح بعض المرات في اخبار في نشر اخبار زائفه. هنا القانون ما كيطبقش على الجميع باش نكونوا واقعيين. ملي كنلقى انا واحد كتب في الصفحات ديال الفيسبوك على انه هناك حاله ديال كورونا في واحد الحي وهي ما كايناش كيتم المتابعه ديالو
إذا كان القانون كيستثني المواقع الإلكترونية اللي هي مقننة وغنشوفهم نشروا الخبر غادي دونك حنا راه غنتيقوهم، ولكن راه نفس الخبر راه نشروا واحد آخر في صفحة عنده في فيسبوك، لماذا يتم متابعة هذا ونستثنيو شي جهة أخرى؟ يعني القانون أنا اللي كنقول القانون خصو يطبق على الجميع. إذا كنا غندخلوا في واحد المسار ديال الحد مع الأخبار الزائفة ومجيء مشروع قانون اللي هو قانون غادي يكون بمثابة قانون منظم وكيشرع وكيوضع الحد اللي هو القانون 22-20، إذا بغينا نطبقوه خصنا نطبقوه بالملائمة ديالو بكامل حدفية. ممكنش أنا كما ذكرت حاليا إذا دخلتي غتلقى واحد المجموعة ديال الصفحات اللي هي صفحات ماشي غنقولوا كاينه كتائب داير واحد المجموعه ديال الصفحات مدخله واحد المجموعه ديال لي فيزيتور عندها واحد المجموعه ديال لي زابونمو عندها منخرطين وكتنشر لك خبر زائف. لماذا؟ هناك جهات هي اللي كتحرك هذاك الخبر الزائف. واش انت كيفاش لدرجه غادي نقول لك سي هشام، لان الخبر الزائف بعض الاحيان كيكون مصطنع كيف سيتعامل معه الشعب؟ واش الشعب غادي يمشي مع هذاك الخبر الزائف وتقال معه او لا غيكون ضده؟ بعض المرات كنبغيو نسنوا شي قوانين الى تبعنا المسار ديال مجموعه من المشاريع، كيفاش هذوك المشاريع وهي بقى مراسيم بقى ما تناقشتش كيفاش يتم تسريبوها؟ راه ما يمكنش غادي نسربوا حنا واحد المشروع قانون، نعطيك انا مثلا القانون ديال 22-20 كيفاش تم التسريب ديالو على برا؟ إذن هناك جهات بغات تخدم على هذاك القانون، واش نطبق واش ندور نمروه ندوزوه مرور الكرام مع كورونا والمغاربه ما غيديو ما غيجيبوه نمروه عليهم او لا خصو يتناقش؟ لماذا بالضبط في هذه الوقت بالضبط؟ نعم. هنا كيتطرح سؤال. نعم. من مرر هذاك القانون حتى تنشر عبر الصفحات الفيسبوكيه؟ حيت الصفحات الفيسبوكيه هي اول لي باج، هما اول وحدين نشروا هذاك المسوده. نعم. شكون يعطيها لهم؟ نعم هو بالضبط صانع محتوى معروف في المغرب هو اللي نشر الاول. دونك سي حسن حليم، كاين اللي كيقول سي حسن حليم بان حنا المغاربه بصفه عامه عندنا واحد الخيط رفيع بين المزاح وبين الجدي في التدوينات ديالنا في حياتنا العاديه، كنضحكوا بزاف كنقشبوا يعني ماشي غنجيو حتى لهاد الكيل يقول ماشي غنجيو حتى لهاد الضرب ونطلبوا من المغاربه انهم يكونوا كاتيجوريك زعما راه يفرق بين شنو هي اشاعه وشنو هي ماشي اشاعه. هي واحد الملاحظه. اولا حنا كيقول لك الشعوب لما دارت من المحن ما عمرها ما كتستافد. خدينا المانيا خدينا الصين، يعني دازوا بكوارث الحروب او بيئه استافدوا. حنا المغرب اللي كنتعايشوا مع كورونا وخدينا بدي كناخذوا تجارب ودينا كنتعايشوا حتى مع الاشاعه حنا معقول كما قلتي هنا كيكون عندنا البسط في فيسبوك داكشي، ولكن ملي كتجي واحد حنا المغاربه هكا ملي كتجي واحد المحنه خصنا نكونوا متلاحمين، كنتلاحموا بلا ما بغيت نقال ايديولوجيات حتى حاجه كنعودوا متلاحمين. غير هو لا لاحظتوا حنا دابا هضرنا على الناس اللي مكلفين بالتواصل في القطاعات، ولكن ما ننساوش واحد القطاع راه كاين كتكون انت مسؤول على التواصل، كاين قرارات سياسيه هي اللي كتلعب اكثر من داك اللي مكلف بالتواصل. راه عنده المعلومه ولكن قرار سياسي من الفوق ولا قرار داخلي من عند وزير شي حاجه كيقول له ودي هذا الخبر ما يتعطاش دابا لان ماشي الراهنيه تاعو ولا هذا. ولا لاحظتوا في الشهر الاول ديال الجائحه ان الخطاب ديال الاعلامي في المغرب كان فيه تفاؤل كان فيه هذا، يعني حنا راه من غادي نخرجوا غنقدروا هذه منا، ولكن ملي الناس ما مشاش مع داك التفاؤل خدات داك التفاؤل بحال واحد شي حاجه يعني هينا وداكشي، ولا الخطاب دابا ولا صارم. دابا الخطاب لاحظتو صارم وقرارات ولات صارمه، حتى الدراسه اللي تحبسات يعني راه الا خديتيها ديزي لها قراءه يعني راه خصنا نبقاو في ديورنا وخصنا نديرو مجهودات اكثر، لان الخطاب كيتبدل ما بين مرحله وما بين مرحله. اذا كالاشاعه كيفاش غنتعايش معها؟ نخدموها شويه على الاقل. دابا كاين واحد كيدور واحد الفيديو تاع واحد الدبانه قاتله وهذيك من هنا وغادي تجيو من هنا، الناس بدات كتبارطاجي وللاسف انك تبقى مثقفين تما كيبارطاجيو هذيك يعني الدري صغير كيشوف با بارطاجي هذيك يعني راه كياخذ يعني خصنا نكون عندنا حنا واحد المناعه
ضد لما كانت عندنا مانع او تربيه وثقافه او يمكنش الاشاعه غادي تمشي. واخا تروح للتدريب بغيتي كما قلتي عادي في كل منظم ولا كون كما بغيتي، ولكن ملي كتجي انا عندي الخبر ما سمعتوش في التلفزه ما سمعتش بالغ تاعي علاش نطيقوا اصلا؟ يمكنش لي نطيق انا خبر، يعني خصو يكون عندي واحد المناعه ضد الاشاعه. والمجتمع راه شي كيوريجي، راه حنا كنستافدوا نهار على نهار كنستافدوا من هذا. حنا تقلنا غنخرجوا مثلا في 20 مي، دابا حنا القراءات كلها كتقول انا محاط غادي نخرجوا تقربت 20 مي على ولا الفضائح، شي ولا كيعوم جي ترامواي، شي ولا خارج كيدير شغل الزنازه، شي ولا يعني هذا تسيب تسيب. وملي كيكون تدخل تاع السلطات المحليه كتكون هناك عيون اعتداء هذا مع هذا هذا، يعني كتكون واحد يعني حنا خصنا نساعدوا بعضياتنا. ما كاينش الفرق ما بين مقدم ومخزني كوميسير وفن الجائحه، راه كل شيء كيف كيف، كل شيء مواطن كيف كيف، خصنا نتعاونوا. حنا خصنا نتعاونوا سواء كنتي موظف ولا بوليسي ولا عسكري ولا فهذا، خصنا نتعاونوا باش نخرجوا من السينا. ما يمكنش الصين الشعبيه ان خبار الخبر عندنا عدد الموتى، يعني تعمدات بان ما نعطيش واحد الرقم خيالي ديال الموتى تاعها. تنبعد على اكتشاف علاش، لان قرار سياسي او قرار اقتصادي يجعلوا ما يعطيش الخبر. اذا كنقول هنا كنقول ان الخبر كيكون كاذب بحسن النيه، كتكون بحال كتكتب مع ولدك ولا هذا يعني في صالح كل هذا، وكاين الكذب كيكون ممنهج. الا لاحظت انا ملي كتخرج مثلا هذيك ديال الخيول دعم الخيول، شفنا بعض الحسابات في فيسبوك خارجه في نهار واحد، اكثر من 100 حساب خارج 100 واحد باش يدفعوا بديك الاشاعه. اذا هذا منظم، حد الجريمه المنظمه كتكون خطيره جدا، يعني الا ماشي حاجه كتكون عفويه راه عفويه. اذا حنا كما قلتوا وكما قالوا الاخوان باش نتغلبوا على الاشاعه خاصها تكون المؤسسات تاعنا قويه جدا، قطاعات كامله خاصها تكون قويه. سي حسن ربما واش التدافع السياسي اللي عندنا في المشهد السياسي والمشهد الحزبي في المغرب مؤثر في هذا الجانب، معناه الجيش الالكتروني للحزب الفلاني مع الجيش الالكتروني للحزب الفلاني عنده هذا الدور ديال بطبيعه الحال. هذا الشيء اللي خلينا القراءات اللي كنقراو دابا والاخبار راه كاين هذه المساله ممنهجه، راه كاين الاشاعه كما قلت الاقتصاديه. انا كندير خطاب رئيس الولايات المتحده كيدير خطاب باش يطيح البورصه وباش يهز البترول ويحط البترول، ممكن هذه المسائل. كاين حتى المساله حتى الاشاعه في الفن، ان مثلا فنان كبير واحد الوقت كيتنسى وكيدير اشاعه بانه تصاب بالسرطان وكتلقى واحد الجيش ديالو هو خارجين بسرطان كدو شهر كيقول لا راه اشاعه كيقول حق راه سميتو كتبوا عليه وداك الشيء. علاش؟ هذه اشاعه مفبركه. والاشاعه الدينيه كيقول انا حلمت الرسول جا عندي وقال لي من هنا خصنا نخرجوا خصنا نديروا، هذه تاير كذبه كتعود اشاعه حتى هي هذه راه عندها تاير بلاصه. اذا هذا المنهج كما قلتي تاع الخطابات السياسيه هي صعيبه. دابا حتى في القضيه تاع بن عبد القادر تاع وزير العدل خرجت اشاعه بانه غادي يقدم استقاله تاعو من خارجين هذه المساله هذه، انه غادي يقدم استقاله. اذا هذا راه كتكون تاني كذبه سياسيه بغرض ما. سي مرزوقي نرجعوا للاقليم، التقييم ديالكم للمستوى، الا قلنا الاشاعه يعني راه الدواء ديالها هو المعلومه والتواصل، التقييم ديالكم للجانب التواصلي بصفه عامه ماشي على الصحه، حنا كاملين غنمشيو للصحه، تقييم بصفه عامه لجميع القطاعات اللي عندها علاقه مباشره بالمواطنين، شنو التقييم ديالكم كصحفي؟ يمكن ان في الاقليم غنسجلوا نوعا ما واحد شويه التواصل، ولكن الصحه مازال مطروح عليها شويه واحد علامه استفهام كبرى يعني في التواصل. الاول يعني بعد واحد الضجه وواحد الصراع بين المجلس البلدي والبرلمانيين والاسئله الكتابيه اللي مشات للبرلمان على اساس ان هناك اشكال في التواصل على مستوى الصحه، اللي من بعد هذه الضجه كامله وبلي تسربت واحد الوثيقه معينه اللي فيها احصاءات يعني اللي خصها تخرج نورمالمون للناس كاملين، كتجي المديريه الاقليميه وكدير واحد الصفحه على اساس انها يعني تبقى تقدم معطيات. شويه كنتفاجئوا انه ما بقاش تقدم معطيات. هذا سؤال كنطرحوه من هنا، لكن كيشوفنا شي حد يعطينا توضيح يعني علاش ما بقاوش يعني كيقدموا هذه الاحصاءات اليوميه. وغير علما انه وزير الصحه دار دوريه اللي يلزم فيها يعني المديريه الاقليميه والجهويه
على اساس انه يبقاو يتواصلوا مع المواطنين والراي العام ويزودوهم بالمعطيات اللي هي رئيسيه. ملي كتكلموا على مؤسسات اخرى ما نظنش انها كاين شي مؤسسات اللي خصها تواصل لحد الان. يعني كاين الامن الوطني كيتواصل، كاين رئاسة النيابة العامة، يعني شنا تفعيل المسألة ديال التقاضي عن بعد كان فيها تواصل، شنا أمس كان تفعيل مذكرة ديال العنف ضد النساء اللي دارت خالية خاصة بهذا المجال. ولكن مؤسسات أخرى احنا عندنا إشكال دابا، يعني كنسمعوا واحد الرقم بحال اليوم كنقرا المقال ديال السي مصطفى عفيف اللي هو كيتكلم على 700 مليون هذا الشكل ديال المجلس الإقليمي. ما انا دابا ما توصلنا حتى شي بلاغ رسمي من المجلس الاقليمي كيقول هاد الفلوس اللي خصنا هاد الفلوس اللي خصنا هو الفلوس اللي خصنا ها فين مشات وفين جات، علما ان هاد المشاريع هي مبرمجه لمده اكثر من سنه او سنتين او ثلاث سنوات، يعني منذ ولايه المجلس الاقليمي، وبالتالي ما يمكنش غيجيو بالنسبه للكورونا. خصها توضيح هنا هما كنخلي واحد المجال عاود ثاني، يعني في التواصل في الاقليم من ناحيه ما كاينش. غطرح سؤال اخر اللي هو على المجلس البلدي اللي هو خصص واحد 40 مليون كنظن انها او 30 مليون في للمساعدات للعائلات والدعم، حيت ما عرفاش واش هادشي تتفرق ما تفرقش، واش داز شي اطار اخر. هذا هذه بالاسئله ديال المؤسسات اللي يعني حنا كصحفيين كتشغلنا اكثر ما كيشغلنا يعني شي حاجه اخرى ما في هذه الفتره اللي هي اكبر من هادشي اللي هو طالع على الاستفهام. كنشوفوا غير الارقام، كنشوفوا لغه الخشب عند بعض المسؤولين اللي ما كيقدروش يعطيو ارقام واحصاءات دقيقه. نقول لك انا مثلا احنا لحد انا كنتسائل يعني فين هادشي اللي كنشوفوا فين هو، خصو يكون على الارض الواقع. وصلنا حنا كصحفيين درجه اولى، يعني اللي الدور ديالنا هو الاخبار، ماشي غنبداو مجموعه من الاشخاص اللي كيبداو يخدموا منطقه التسريبات، وهذا هذا ماشي منطق. ولكن احنا دابا ماشي فتره ديال التسريبات، فتره على اساس اننا نقدموا معطيات الرأي العام ونبنيوا واحد الثقه جديده. يعني اليوم لكن نشوفوا ما بقاش ثقه، يعني الاحزاب السياسيه اليوم الاحزاب السياسيه موقف محرج، يعني ما كنشوفوا غير دور السلطات اللي هي واحد ربعه المؤسسات اللي هما في الدوله، يعني باكملها ما يمكنش غادي نكرو بعض المؤسسات، ولكن المؤسسات اللي في الواجهه اللي هي مثلا الداخليه والصحه والماليه يعني والتعليم، هذو هما المؤسسات اللي حاليا في الواجهه. ولكن مؤسسات اخرى ديال الدوله ما شناهاش بحال وزاره الشباب والرياضه، شنا يعني مجموعه تفعيل مجموعه من الاشياء التواصل نتكلم مع وزاره الشباب والرياضه، شتنا مثلا دور الشباب مناطق اخرى كيديروا دي كابسول كيديروا تواصل فصطات. هنا انا مازال ما باش لي زعما كاين شي تواصل يعني من طرف سواء اللي، ولكن هذا الشيء مطالب شنو تفعلوا، خاصه تفعلوا المديريه الاقليمي لوزاره الشباب والرياضه. كنشوفوا يعني حتى على مستوى يعني الخيريه، انا ما عرفناش الوضعيه ديال الناس اللي هما سواء في دور العجاجه سواء الاطفال اللي كانوا تما شنو المصير ديالهم فين مشاو فين جاو. لحد الساعه كتطرى علامات استفهام على 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 التواصل ككل في الاقليم. يعني اللي جيت نشخص نتكلم على واحد المؤسسه ولا جوج المؤسسات اللي هما كيتواصلوا، اما بقيه المؤسسات ما حنا بزاف المواضيع كنبغيو نشتغلوا عليهم ما كنلقاوش معطيات. يعني خاصنا نتكلموا على مثلا الجيزو النقل فينا هو المعطيات اللي خصهم يعطيونا. اليوم عندنا مجموعه من قطاعات المتدخلين اللي هما مثلا سيارات التعليم، مجموعه من يعني حتى الاغلاق اللي دار السيرفيس ديميل ولا الهدس المصلحه ديال الرخص الرماديه وغيرها، وهذا الشيء ما تمش الاخبار ديالو هو ان تخبروا على الوصول ولا مسوقات، ولكن كاستراتيجيات محليه ديال المؤسسات كيفاش انها تقدر تشتغل. نعم. ما واضحاش وما كايناش وما واضحه الفكره. السي مرزوق هنا بهذه استراتيجيه تواصليه، هنا ننتقل لسي مصطفى عفيف، كاين اللي فهم التواصل بشكل ماشي هو الشكل اللي خصو يفهمه، كاين منتخبين او مسؤولين اللي التواصل عنده هو يعيط لصاحبه اللي كيشرب معاه قهوه وعنده اما اعتماد ديال جريده او عنده اباراي مزيانه كيصور ويجي بقى يخطب عليه راه درنا، هذا هو التواصل، او يدير لايف حزبي داخلي او شي حاجه بحال هكا، هذا هو التواصل. في حين ان القانون دابا الحق في المعلومه، وما كنظنش بان الصحفيين ما فاهمينش هذه المساله. انا ممكن دابا نجبد البريد الالكتروني ولا الواتساب ديال اخبار الصحافه نعطيكم، بان الطلب اللي طلبنا للسي العزيزي باش يحضر معنا، الطلب اللي طلبنا للمجلس الاقليمي، الطلب اللي طلبنا لمختلف المتدخلين. هاد التواصل السي مصطفى عفيف، الى الناس ما فهموش هادشي دابا فهاد اللحظه، انت غادي يقدروا يفهموها؟
الاخ هشام كطلب واحد شي حوايج كطلبهم مستحيلين واقيلا شويه على ما كنعتقد. في نظرك زميلي من هو المجلس البلدي اللي عنده القدره ويجي يتواجه مع صحفي محلي او وطني ويتناقش معاه في موضوع ما؟ الرساله ديال خالد سفير قبل واحد اربع ايام هذه راه كانت واضحه لرؤساء الجماعات من اجل تفعيل البريد الالكتروني. لكل جماعه خصها توضع واحد البريد الالكتروني من اجل التجاوب سواء مع المواطنين او مع الصحفيين. راه له حدود. دابا الى خديت انا البريد الالكتروني ديال اي جماعه اختارها راه نصيفط لهم واحد الايميل ما غيجاوبوا عليه من هنا واحد 10 سنين تيسالي الولايه التشريعيه ديالهم عاد نرجع معهم للجهه. كاين جماعات تفتقد الى لغه التواصل، يعني جماعات ما عندهاش لغه تواصل. نعطيك مثال، المجلس الجامعي ديال برشيد عنده واحد الشخص مكلف بالتواصل، انا كنقدره وتنحترمه وكنعطيه كل التحيه والتقدير، خدم مع مجموعه من المجالس وكان في تواصل. ولكن اليوم الى حدود دابا تصيفط له ايميل ما يجاوبكش عليها. هذا سؤال تيطرح، يعني قرار سياسي التواصل ماشي قرار اداري. بلديه انا قبل شهور تقريبا كنت كنجز واحد التحقيق على مدينه سطات، راسلت المجلس الجماعي ديال سطات باش يجاوبني على واحد المجموعه ديال الاسئله ما جاوبونيش عليها. وملي تيخرج التحقيق عاد كينوضوا عبر الصفحات الفيسبوكيه ديالهم وكيبداو يعقبوا عليك بواحد اللغه ديال لغه الخشب. هنا تنقول ان ما عندهمش لغه التواصل، ما كايناش، منعدمه. نعطيك مثلا لغه التواصل بالنسبه للمؤسسات ديال الدوله شبه منعدم. كان من قدم ملي كانت ولايه سطات بوحدها في مدينه سطات كان هناك تواصل، ولكن منذ تحولت ولايه جهه الشاويه ورديغه وصبحت ولايه جهه دار بيضاء سطات ضعنا فقدنا التواصل. لماذا؟ الله اعلم. حتى من خلال اللقاءات اللي كتبغي ديرهم العماله او لهذا فتيتم اختيار عينه من الناس اللي غادي يجيو يحضروا من ممثلي وسائل الاعلام. وهنا انا كنوجه لهم من هذا المباشر، كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، عودوا الى صوابكم وافتحوا قنوات التواصل سواء مع ممثلي وسائل الاعلام او مع المواطنين. نعم. سي حسن، بالنسبة لكم أنتم تقييمكم الشخصي كإعلامي مخضرم، تقييمكم الجانب التواصلي في زمن كورونا في الإقليم؟ في الإقليم هو عملية التواصل هي إذا بغينا ناخذوها بطريقة سهلة سلسة. إحنا في حالة استثناء وحالة عادية ما يمكنش نديروا ندوات أي متفقين، ولكن سميتوا ما لا يغلب بين واحد كافي. مثلا عندي خرج واحد ميزانية غادي نساعد واحد خارج على المساعدات وعلى ما فيها باس نخرج شحال تاع الناس اللي استفادوا، ما نديش كاع الارقام، عدد الاناث منهم، عدد الايتام، عدد الارامل، سهله عاديه جدا ونديرها. حنا ملي كنبغيو نخدموا لاحظتوا المغرب ملي كتكون الاشاعه كتمثل واحد الوطنيه كيكون كيبان لك تواصل مجهز قوي جدا. مثلا بزاف الحوايج اللي على الصعيد الوزارة الخارجية كانت بيانات ومسائل التكذيب لخدمة الجارة الجزائر، راه يوميا كتخرج الإشاعة ضد المغرب. ولكن داكشي ولا عندها عكسي، لأن المغرب لأنه ملي كيدير بلاغات اتصالات مسائل ولات أي خرجات تخرج لك، بأن يعني ملي كنشوفوا مثلا دول أخرى كتقول بأن المغرب بدا باين كذب هاد المسائل بحال تاع إكديميزين بحال تاع البايس بحال تاع حوايج كنكذبوهم، بل كنديروا دعاوي بس المغرب كيدير دعاوي ضد الناس اللي خرجت الاشاعه. حيت الى بدات هذه المساله هذه كتمس كنحس مثلا رئيس الجامعه مثلا كيحس بواحد الحقره، لان الناس ما عندهاش الخبر، ما عندهاش التواصل. هنا راه محطوط باش كيخدم المواطنين سواء كان المجلس الجماعي او المجلس الاقليمي او العماله او كما كان، يعني راه كاين واحد القسم تاع التواصل. هذا القسم التواصل خص يكون كيعرف ما عليه وما لديه. قسم التواصل هو اللي كيخفف العبء على الناس غير بالبلاغ واحد. حيت انا يعني انا مثلا كيجي بلاغ كيقول لك مثلا كيقول لك الحاله الوبائيه في سطات هي صفر، هذا بلاغ عنده اهميته
اهميه كبرى، لان الناس كتحس واحد فوالا راه حاطين في الفيسبوك ان كل واحد كيدافع على مدينته، فوالا اونفا ان المدينه فلان فلاني ولا عندها صفر هذه خصها ندخلوا، ولو ان ما خصهاش يكون فوارق ولكن خصها تكون تنافسيه. انا كمسؤول في الاقليم سواء كنت عامل او كتيب عام او بزاف حوايج، او علاش مثلا لاحظتي الاجهزه المخابراتيه كيكون عندها معلومه، كتكون عندها المعلومه، علاش الصحفيين نتوما ما تكونش عندهم ديك المعلومه؟ بالعكس ما كتعطيني خبر وكتجلسي لي كاع بين قوسين تجلسي واحد الخبر انا كنحلوا هذوك وكنلوحوا. ملي كنلوحوا علاش انا عندي كان انا عندي هدف، هو عنده هدف وكاين انا عندي هدف، انا ملي كنلوحوا راه باش كيطمع الجميع المواطن. اذا المشكل هو ماشي مشكل، انا التواصل راه خصنا نتعلموا، راه حنا ما عمرنا دزنا المهنه، راه خصنا نتعلموا في المعاهد الكبرى ومعاهد التواصل في حاله الازمه في حاله الاوبئه. راه حنا الناس ما قريناش هذه المساله، نقرأ غير التواصل بشكل عام. مثلا في النرويج ولا في البي اس كانديدات راه عندهم تواصل سهل جدا وعادي جدا، انك تدخل في الاعراض السياسيه الاول كيخرج بالها كومونيكي الناس قاريه ما كاينش الاميه في ساكي بشكل كيعرف هذا، وكتكون كيكون الامن والطمئنان داخل البلاد. لهذا حنا خصنا نتعلموا كيفاش نتواصلوا داخل الازمات وداخل بحال الجائحه، خصنا نتعلموا كيفاش نتواصلوا. هذا يعني التواصل راه ماشي راه صعيب بزاف في حاله الجائحه وفي حاله الطوارئ. سي ابراهيم، واش هاد الضبابيه في المشهد الاعلامي ربما المحلي ممكن انها تكون ساهمت في الضعف ديال تواصل المؤسسات؟ احنا المهنيين او الناس اللي عندهم حق يشتغلوا في الميدان راه معدودين ربما على اصابع اليدين ماشي اليد الواحده، ربما هاد الكثره ديال المنتسبين ولا هذه ربما كتسبب واحد الخلط عند المسؤولين. لا هذا هو من المشاكل المطروحه في التواصل، يعني المسؤولين ما بقاش عارف ما كيتواصلوا، يجي كيقول لي انا صحفي انا مراسل انا هذه، يعني وكاين كيكون خطا، يعني اصلا ما كاينش تاكد من الهويه ديال الاشخاص شكون هما. انا بعدا انا كنتفاجئ كصحفي كنتفاجئ بعض المرات بشي اسماء كيقول لي مثلا شي مسؤول راجع عندي فلان راجع عندي فلان، وحنا في الميدان ما كنعرفوش شكون هو، فهذا المسؤول اللي غيعرف يتوصل معه. خلقين اشكاليات اخرى اللي ما نقدروش ندخلوا فيها، يعني لان هذا موضوع بوحدو، ولكن بشكل عام المسؤول خاصو يكون رجل تواصل. وكما قال حليم، يعني احنا في واحد المرحله ماشي بالضبط تعطيني بلاغ فيه المعطيات بزاف، يعني كنقول نعرفوا وصل الموضوع اشنو واقع. بحال مثلا اليوم بغينا نعرفوا حاله وبائيه في السطات، حنا عرفنا ثلاثه الحالات الناس اللي بقاو في المستشفى الحسن الثاني، ولكن في واش المديريه ديال الصحه دارت بالغ على اساس انه كيبقاو ثلاثه وخرجوا ولينا كنعيطوا للمرضى تما. هذا هو السؤال المطروح، يعني واش يعني هاد المؤسسه هي اللي كدير التواصل؟ ما كاينش بكل صراحه، اي يعني كاين مجموعه من الناس اللي ما كيساهموا، يعني ما عندهمش علاقه بالاعلام وكيتا هما كيمشيو تيقلبوا على المعلومات هما وتيقلبوا على مجموعه من الاشياء، ولكن حنا اليوم المسؤولين حنا في واحد المرحله اللي هي مرحله استثنائيه، ماشي مرحله ديال اننا نخزنوا شي حاجه، لان الا خزننا شي حاجه اولا حنا عندنا خزننا شي حاجه في المساله ديال الكورونا كنعرضوا اولا المواطنين للخطر، كنعرضوا نفوسنا للخطر، ما كنحاولوش نعاونوا بلادنا باش تخرج من الازمه. يعني هادشي كيساهم من ناحيه التواصليه، يعني اليوم ما عندناش طريقه اخرى من غير اننا نتواصلوا. وي ما غاديش يمكن يعني. وي صح سي عبد الرحيم، انا منين انتهيت بغيت نوضح هو ان يعني في هذه الفتره ديال كورونا كثروا مجموعه من الاشاعات وكثروا حملات سياسيه غريبه جدا خصوصا في الاقليم، كنشوف مجموعه من الناس كيوزعوا القفاف بواحد الطريقه يعني غريبه جدا، علما ان الدوله وزارة الداخليه هي اللي خصها تتكلف بهذه المساله هذه، والاستشاره كنشوف الناس كتوزع القفاف يعني نعم بشكل عادي واحد يعني هذا امر غير مقبول. صحيح اولا هذه المساله بالضبط بغيت ندوز عند سي عفيف، هذه القضيه ديال التخوف من ان يصبح الاعلامي اداه في يد السياسي الخدمه اجندات حزبيه ضيقه او انتخابويه، وحنا كنعرفوا بان كما بثلاثه جمعتوا على هذا الامر باننا في مرحله خاصه مرحله استثنائيه، الاعلام خصو يلعب دور المواطن ديالو، الاعلام يكون مساهم في التوعيه في التحسيس في مجموعه من 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 من, من الامور. هذه القضيه ديال ان محاوله
الركوب على الإعلامي من أجل الوصول لهذا الحويج. كيفاش ممكن أن الإعلام أنه يدير مناعة ذاتية ضد هذه الممارسات؟ سي هشام هذا السؤال وجيه، ولكن اللي بغيت نقول لك على أن مجموعة من المواقع الإلكترونية، ما غنقولش أنا كل شيء، وهذه المجموعة من الصفحات الفيسبوكية، مجموعة من الحسابات الفيسبوكية كانوا وجدوا من وراها سياسيين. علاش؟ لأن في الوقت اللي مثلا كينوض واحد الصحفي وتيكتب واحد المقال على واحد مؤسسة منتخبة، ما هذاك رئيس الجامعة أو البرلماني أو رئيس مجلس إقليمي ما كيقدرش يصيغ واحد بيان حقيقة أو بيان توضيح ويرسلوا للمؤسسة اللي نشرت على الخبر، ولكن كيجند بعد أشباه، أنا غنقولها بصريح العبارة، هما أشباه الصحفيين اللي تقمصوا دور صحفيين في حسابات فيسبوكية أو صفحات فيسبوكية، وكيصبحوا هما اللي كيردوا على هذيك الجريدة أو هذاك الموقع الإلكتروني اللي الصحفي تطرق لواحد الموضوع. علاش؟ لأنه مشى الخلل، يعني وضع صبعه على الخلل. في العوض اللي يكون هذيك المؤسسة المنتخبة عندها مسؤول إعلامي أو الرئيس حتى هو كيعرف لغة ديال التواصل وتواصل بالشروط القانونية اللي حددها القانون، كاين التوضيح، كاين بيان حقيقة، كاين مسطرة قضائية، لا هو عوض يسلك هاد الإجراءات، فإنه كيسخر الكتائب ديالو اللي دايرين به، مسخرهم بالصفحات الفيسبوكية والمواقع باش يبداو يشنوا واحد الحرب على هذاك الصحفي. وهنا كيبقى الدور الأساسي هو الدور ديال النيابة العامة. لا ما يمكنش اليوم دابا في زمن كورونا أي واحد كيتطرق لأي موضوع يتعلق بكورونا إلا ويتم الاستماع إليه وتقديمه للنيابة العامة. ولكن قبل كورونا كنشوفوا مجموعة من الصفحات الفيسبوكية والحسابات كتنعت صحفيين بأقبح النعوت، لا دورة للنيابة العامة في هذا المجال. وهنا أنا كنأكد عليها، لأن النيابة العامة هي الحريصة على ضمان سلامة أي واحد كيفما كنا صحفي أو مواطن عادي، يعني خص يبقى نفس التفاعل مع هاد الصفحات اللي كتنشر الإشاعة ما بعد كورونا. نعم. سي حسن حليم، كاين اللي كيقول بان الان كاين واحد التنافس غير مرئي بين الاعلامي وبين مول لايف ومول التدوينات، واللي عنده صفحه مدير صفحه هذا اسمه اللي عندنا في القانون، مدير صفحه، مسير صفحه فيها سميتو، ولا هذا النوع ديال كاين كيتحدث على هذا التنافس. انا كنعرف بان حسن الحليم يجلس في مقهى فلسطين، الخبر الا بغى يكتبو خصو يعاود يقراه 20 مره عادي يرسلو. الان خونا راه يدير لايف ويوقف قدام عماله ولا يوقف قدام بلديه ولا شي حاجه ويبدا ينشر فم يقول حتى بالنسبه للراي العام ولا المتلقين، بالنسبه لي راه هذا راه السرعه، راه السيد راه كيعطي المعلومه. هذا التنافس بين هاد اللي كيسميوه بين الف قوس الاعلام الجديد وبين الاعلام التقليدي الكلاسيكي اللي كيمثلوه الزملاء، كيفاش كتشوف المستقبل ديالو؟ لمن غتحسم المعركه؟ قبل ما نجاوب على السؤال غادي نشرح لك واحد المساله هي شكليه. واحد عنده صفحه كيدير الخبر ديك الساعه كيطلع، حنا بعد ديك الجريده الوطنيه ملي كتكتب خبر كيدوز مع سكرتير التحرير ورئيس التحرير الاول ورئيس التحرير، يعني كاين ديوانه، فهمتي؟ واخا تكون خطا كاين اللي غيصحح لك، فهمتي؟ يعني راه الخبر ما كيدوزش ساهل. وحتى هاد الجرائد هاد اللي تسمى التقليدية حتى هي ذاتها ديك المواقع تاعها، ولكن ولو أن عند المواقع تاعها كاين واحد الحرص، أولا الخوف على المراسل والخوف على السمعة ديال الجريدة أو الموقع. أما واحد في الصفحة ما عندوش خاسر، فهمتي؟ كيدير كيسبق ديك الساعة، حنا لاحظتي أنت راك دزتي فهاد المسألة هادي، أنا الخبر كتبتيه دابا غتمشي للجريدة راه 3 أيام 4 أيام، وشحال حنا أنا شخصيا شحال من خطأ دار خطأ غير ماشي بالسؤالية ولكن صحح لي الفوق ملي الفوق. أنا كنكلف ملي كان سي البريني وزيري التحرير من دابا غندير استطلاع على داد اللي فيها اليهود كيجيو لها تما، منطقة داد كي درت استطلاع تما
وكتبت مستوطنة يهودية ولاد وزير. يعني هنا عندكم هذه الصفحة وهذه ديك الساعة، ولكن ملي مشات تما وشافها هو وعيط لي قال لي انت شنو مستوطنة؟ انا خلق مشكل في الدبلوماسي ومن هنا ومن هنا عدد صحيح ولا مزار يهودي هنا في كتكون حيت الانسان كيقدر يخطئ بزاف حوايج والحسابات تاعو ما كيقدرهاش. اذا ديك السرعة ما بين السبق وما بين هنا كطيحنا في الخبر هنا. اذا التنافسيه كاينه ولكن سميتو العواقب تاعها كتكون اكثر عواقب سلبيه اكثر على مول الموقع ومول الصفحه على مول الجريده. لان مول الجريده شكون كيتحاسب هو مول المدير الجريده. تعرف هذه المساله هذه حنا بزاف حوايج اللي مشينا الفرقه الوطنيه على هذه المسائل. هذه المساله هذه هنا كتعود اولا المراسل او الصحفي او الاعلامي خصو عنده واحد الثقافه باش يحمي راسه اولا هذيك الغربال تعول عقل تعول الثقافه. ما انت مراسل ما عندك لا ثقافه تاعك راه ممكن تعرف بزاف تاع ممكن كتسميتو كتمشي على السياسي تشرا بزاف بسهوله. اذا الجسم الاعلامي في السطات راه شويه هش ما عندوش واحد المناعه. اي ميكرو كما جاي يقدر يصيبو فهمتي يقدر يصيبو. احنا ما علاش الريح اللي جات ديو حيت حنا كجسم اعلامي ما كاينش والله. حتى كانت تجارب تاع جمعيات وتاع تنسيقيه ولكن ما كانش علاش لان كنختلفوا في الثقافه وكنختلفوا بزاف في الحوايج. وحتى الناس اللي مسؤولين على التواصل اللي خصهم يجمعوا المسائل هما كيساهموا في تشتيت هذا الجسم الاعلامي. علاش؟ لان واحد سميتو باغي الفلوس باغي هذا ما غاديش تقدم معاه انت ما غاديش تقدم معاه انت. هو باغي الفلوس باغي هذا باش يصور الخبر. انت ما باغي اصلا انت ما عندكش على قبل هذاك الخبر كديرو ماشي على هدف وانما كديرو على حساب المدينه. علاش يعيطوا لنا باش تكون مراسل تاع علاش قالوا لي غتنشط لينا المدينه غتنشط لينا المدينه يعني دير شي حاجه اللي دير السمعه تاع المدينه بثقافتها بسياستها باقتصادها بكل شيء. لان عندك الخبر خص الراعي اولا الراسي والراعي تاع المدينه والراعي تاع القطاع. في مساله تاع التواصل لاحظتي في تجربه رائعه في وزاره التربيه الوطنيه في مسار ما بقاش لك التواصل. ان الاب هو اللي يدخل يكليكي يعرف النقطه تاع ولده ويعرف واش دخل ولا ما دخلش الغيابات ما يمشي على الحارس العام وديك الهيلات الجاي. دابا ملي كندير واحد المؤسسه وكندير واحد البلانين راه كنساهم انا في التواصل. بدنا في الضوء انا كنهربوا بدنا في الضوء. دابا كتعرف ولدك من الدار كتعرف واش عنده نقطات ولا ما جابش انت دخل. هذا هو التواصل اللي كنبغيو. دابا حنا كاعلاميين بغينا نمشي نكليكي وزاره الصحه وناخذوا الخبر في حيني ماشي قديم ماشي كتلقى داك الشيء بيت لا خصك تلقى شي حاجه زين مثلا في الصحه في الجماعه في الاستقلال في العماله يفتحوا لينا حنا كسميتو عطينا كود كاع ديال ما يكونش على بورت تو الموند. ولكن الصحافي اللي عنده الاعتماد وراه يحزوا في النفس الاخوان كيعرفوا كتدخل للدور الصحفيه ولا الاجتماع تاع المجلسيه اللي كانت كتلقاش واحد العلاقه ديالهم بالصحافه حتى هو واخد بانش ومريحته في بلاصه الصحافه. انت باش كتهز ديك الساعه كتقول لهذوك الناس راه ما كيقدروكش حتى هذاك اللي يمكن بالتواصل ما كيقدركش هذاك الاعلامي ما كيقدروش. ملي كيجي لاي واحد كيعطيه الباج داكشي يعني الناس راه ساهله كتحدد شكون المواقع اللي عندها شكون المراسل اللي عندهم الاعتماد وصافي هادشي اللي كاين. هذا لان هو الخطا فيه يمكن فيه التواصل فيه الاعلاميين بعض الاعلاميين بالتواصل وفيه بزاف السياقات والمحيطات تاع اللي كتدخل الثقافه تاع المراسل الثقافه تاع الاعلامي بزاف حوايج. الاعلام خاص يكون مثقف عارف كل شيء يعني اي خبر كيدير كيعرف العواقب تاعو الحياتيه تاعو فين غادي وفين غادي وفين مال. وي سي مرزوقي كاين واحد المؤاخذه على الجسم الاعلامي بالاساس ربما كياخذوا الاعلاميين لان رسميين وكذا وعندهم مسنين على ميثاق اخلاقيات الصحافه باش خدوا البطائق ديالهم. دونك من حق المواطن انه ياخذ على الصحفيين هو هذا التركيز. وكنا على الاقليم طبيعي الحال التركيز على الحملات ديال السلطه المحليه تابعين كيقولوا بانكم نتوما تابعين على المقدمين تابعين القيادات تابعين كذا الحملات في الازقه وما مركزينش على حوايج اخرين. كيقولوا بان الاعلاميين الصطات ما كيركزوش على مثلا القفه التوزيع ديالها ما كيركزوش على امور اخرى. شنو رايك في المساله سي مرزوق؟ قلت علينا ماشي لا ماشي بالضبط. حنا كنديو بشكل عام يعني كاين بعض المنابر اللي فعلا متبعات المجال وكاين منابر اخرى كتطرق
مؤسسا يعني تغطيه الحملات. يعني حنا ملي كنمشيو ناخذوا مثلا نغطيو حمله ما كناخذوش من ناحيه اننا باغي نديروا البيز لواحد القائد ولا قائده ولا كذا، ولكن ناخذوا يعني ما مدى يعني تنزيل يعني حاله الطوارئ كيفاش كيستعملوا مع الناس يعني قدام الكاميرا. يعني كيكون فرق يعني واش كاين قدام الكاميرا كيستعمل نفس التنزيل ولا ما كاينش، واش ملي تحضر الكاميرا كيكون نفس نفس يعني من مدى يعني تنزيل هذا التطبيق يعني سواء يعني بدا يعني بالبحث على على شكون هذا الشخص اللي داخل، شكون خارج عنده ورقه استثنائيه ولا ما عندوش، منين جا، واش يعني هذا هذو الحوايج اللي كناخذهم بشكل اولي كملاحظات. في فترة الحجر الصحي كنظن ان انا كشخص كنظن ان نطرق مجموعه من المواضيع، الصحه، المشاكل اللي كيعانيوها المواطنين، بزاف الاشياء، ولكن كاين مجموعه من الناس يعني كثروا من هذا الشيء. كنتمنوا اننا احنا كاعلاميين وقاش مقابلين غير هذا المجال. كاين مجالات، كاين مواضيع اخرى اللي خصنا نطرقوا ليها، اللي هي اشكالات يعني عميقه لمجموعه من الناس كيعانيوا هنا في السطات، سواء من توزيع ديال القفاف يعني في كلاب كثير اجي نتكلموا فيه، في كلاب كثير يعني كاين حتى المواطن حتى هو في واحد الجانب ديال كاين مجموعه بعض المواطنين ما نعرفوش كاين واحد جانب المؤاخذه. يمكن ان 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 الدور الاعلامي حاليا يعني منحصر في تغطيه واحد جوج المجالات ولا ثلاثه، اللي هو الامني والصحي والتعليم يعني، والمجالات الاخرى يعني متوقفه حاليا الى زيرو. هادو هما المجالات اللي كيبغيو، وباش تواصل وتوصل لهاد نرجعوا للتواصل. حنا انا كشخصيا كنت كنطلب باش نصورش حاجه على التعليم عن بعد، كيفاش كتمرض العمليه ديال التعليم عن بعد؟ يعني شهر ولا بعد شهر ونص عاده باش جات واحد الفرصه انني ندير واحد اللقاء نتكلم فيه عن التعليم عن بعد، لان كان المسؤول على الاقليمي على التعليم قال لك ما نقدرش نعطيو التصريحات لان الوزاره هي اللي موكلها يعني تعطي هاد التصريحات هذه. يعني كتسنى واحد المده، هادو الناس ما كيتلاموش، لان واحد النقطه بغيت نوضحها للزملاء والزميلات، ان في الاول كانت الوزاره منعه على المدير الاقليمي والجهويين خصوص في الصحه انهم يعطيوش التصريحات على الحاله الوبائيه الاقليميه. كتبوا ذكيره ان ممنوع يدويو على اشنو واقع، يعني بحال مثلا السلطات المدير الاقليمي ما كانتش واحد كيقدر يعطيك اشنو كاين، ولكن هما ما كيتلاموش. ما كاينش واحد انا 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 كصحفي اللي قال لي المدير ديالي مثلا ما تجيش لهذا اللقاء انا ما غاديش تحضر فيه، كيفاش غادي ندير؟ غادي نقول ليه لا حكا وخصني نحضر والزملاء ديالي عرض نقدم ليه مجموعه التبريرات، هو ما باغيش، هو في الاصل انت ممنوع عليك هذا. هذه واحد ليطاب اللي هي ما خصك توصل ليها، وهذا الشيء هو اللي كاين اكراهات حتى على هاد الناس المسؤولين. ما يمكنش حنا غنتكلموا في التواصل وغادي نتكلموا غير على النقطه، فبالتالي كيبقى المجال مفتوح للصحفيين انهم كيغطيو مع السلطات المحليه، كيخرجوا كيشوفوا كيفاش كيتعاملوا. ولكن قلت لك كيبقى كما قال حليم زاويه المعالجه كيفاش حنا كناخذوا هذاك الموضوع. كل واحد كتلقى مثلا صحفيين نقدروا نكتبوا على مجموعه من موضوع واحد، ولكن كل واحد كيفاش كيعالج هذاك الموضوع من الزاويه ديالو، كل واحد كيفاش كيشوف اشنو واقع في هذاك الموضوع، كيفاش يقدر انه يعالجه من واحد الناحيه معينه، كيفاش كيبان ليه هو النظر ديالو. ما يكونش نعمو مجموعه من المنابر الاعلاميه هنا في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، بينات على ان الاشياء يعني كانت نشات واحد يعني واحد جروب في الواتساب على اساس انه كيحارب الاشاعه ويتقاسم المعلومه بين الزملاء وبين الزملاء. هذه مبادره نفتح قوس خدوا الاعلاميين في سطات بانهم داروا مجموعه في الواتساب البلاغات والمعلومات كيحطوها عندهم تمايا وكيتاكدوا منها عاد كتدوز. دونك سي مصطفى عفيف لا خبر في حد ذاته خبر بالنسبه لينا احنا كاعلاميين، ملي ما كيكونش الخبر من عند جهه رسميه ولا كذا في حد ذاته هذا خبر، راه هاد الناس ما عاطينش المعلومه. ولكن لاننا مادام طارحين الامر بان راه الاشاعه معناه راه طارحينا من الموقع ديال المواطنه، باننا اعلاميين مواطنين وكيهمنا باننا نخرطوا في الحمله الوطنيه لمواجهه الجائحه بالنسبه للرساله اللي بغيتي توجهها سي مصطفى كاعلامي، رساله لهاد المسؤولين باش يلتقطوا هاد الاشاره باننا في هاد المعركه جزء من الخط الامامي اللي بغينا نقولوا ديال 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 المواجهة الجائحة فيها. الأخ هشام قبل ما نجاوبك على هذا السؤال غادي نجاوب على الكلام اللي كان قال الزميل والصديق المرزوقي عبد الرحيم بخصوص تغطية الحملات الأمنية والتدخل ديال رجال السلطة. راه الحمد لله من جات المذكرة ديال وزير الداخلية ومنعت هذه العملية.
هذه راه مزيانه. نعطيك انا مثال، راه الصحفي بعض المرات راه كيكون مقيد بالخط التحريري. راه شحال من واحد دابا داك القارئ ملي كيشد جورنال او يشد واحد الموقع الكتروني كيبدا يقرا كيقول لك هذا كاتب على هذه، لا راه بحالي انا دابا في المؤسسه ديال الاخبار مقيد بالخط التحريري، راه ما يمكنش اي خبر غنهزو ولا غنحطو غيدوز. راه ملي كتمشي تكتب مثلا على واحد المدينه وكتكتب مثلا واحد الاحياء هي كتغرق في النفايات المنزليه في عز كورونا، خرق الحجر الصحي وهدد تحويل هذيك المدينه الى بؤره للفيروس، انا ملي كنكتب هذه وكندير التصاور تنتحمل مسؤوليتي سواء قضائيه او كيف ما كان النوع ديالها. ولكن كما ذكرنا قبيله في العود اللي غادي يخرج هذاك المسؤول ديال هذيك المدينه اللي هي عندها مسؤول لتدبير الشان المحلي ويوضح ويقول لك اسيدي هذاك الشيء اللي كتبتي راه ما كاينش، كتفاجئ بكتائب اخرى كما ذكرت قبيله وكتخرج كتبدا عليك بالسب والقذف وواحد الكلام وهذا الشيء راه اذا جاءكم فاسق هادو بغا يحولونا حنا كفار وهما انبياء، في حين الا جينا للواقع غنلقاو حوايج اخرين كيديروا هذوك الناس. ولكن هذا الشيء ما بالنسبه للمحاربه هذه الافه ديال غنسميها هي افه، كاين وباء ديال كورونا وكاين وباء ديال الاشاعه، فإلا ما ضامناش كمغاربه ودرنا اليد في اليد اننا باش نتصدوا لاي حاجه تتعلق بالاشاعه راه كون على يقين راه غادي نشوفوا واحد العواقب اللي هي خيبه. علاش؟ لان ملي كننشر انا فيديو مثلا كيعود لواحد 4 سنين هذه وكننشرو في هذا الوقت ديال كورونا كنقول شيء شوف كيفاش كتعامل السلطات مثلا الامنيه او لا هذه مع المواطن وكنسبوا ان الكورونا دابا، فهذاك الفيديو راه ما كيبقاش حابس شبكه التواصل الاجتماعي او الصفحات هنا في المغرب بوحدو، راه كيهزوا وحدين اخرين كيلعبوا اجنده خارجيه وكيبداو يضربوا في المؤسسات ديال الدوله على برا. النموذج هو داك الفيديو اللي كنصور في السبيطار غير صدق في قناه السبيطار هنا، وهذا شكل خطير. يعني خاص ناخذوا حنا البادره كمواطنين مغاربه الا كنا بغينا هاد البلاد يزيد القدام شويه خصنا نتصداو للظاهره ديال كورونا ديال الاشاعه. كنشكرك انا على هذه القضيه اللي ترتي ديال زاويه المعالجه ديال الخبر حتى في مؤسسه الاخبار ستات. بالنسبه لنا حنا التعقيم ديال المدينه في حد ذاته ماشي خبر، الخبر هو بلايص ما تعقموش، او الخبر هو ان اعضاء من المجلس كيمشيو مع الكاميو وخصهم يصوروا ويجيبوا المصورين، هذا بالنسبه لنا خبر. اما تعقيم المدينه راه اصغر قريه في المغرب راه كتعقم، هذا مساله بديهيه. دونك التعامل مع هذا مع الخبر والزاويه ديالو هذا هو سوء الفهم الكبير اللي عندنا مع مجموعه من المسؤولين. سي حسن حليم، كيفاش ممكن ان وربما هذا قربنا نختموا البرنامج، كيفاش ان نقدروا كاعلاميين اننا نديروا الدور التحسيسي ديالنا الجانب من غير الجانب الاخباري، الجانب التحسيسي ديالنا لا في المؤسسات اللي كنشتغلوا فيها او لا في مواقع التواصل الاجتماعي. سويطار نستفسر على شي حوايج اللي هما انا كيبانوا لي بساط، فإلا عطوني وفادوني بهذيك المعلومه انا غنقدر نفيد بها واحد المجموعه ديال الاشخاص اخرين
ولكن كنوقع كنسد على الاشاعه انا 12، ولكن الى هما سدوا عليا انا الباب، انا نعتبر راسي كمواطن وما عطونيش الخبر اليقين، فيمكن لي انا غندخل ناخذ حتى الصفحه ديالي ديال الحساب الخاص ديال الفيسبوك ونكتب اي حاجه، وراه غتسرب غيولي واحد كيبارطاجي لواحد حتى غتوصل لالاف المواطنين. طبعا هذا هو المشكل دابا، دابا ان الناس هاد الناس اللي كيتم التواصل مازال ما وعاوش بواحد المساله، ان حنا في ظرفيه ماشي مساله ماشي في الظرفيه العاديه، وانا ظرفيه كتلزمنا ك ك ك يعني فيها خصها تكون فيها روح المواطنه، ماشي بالدرجه تكون فيها يعني الانا والشخصانه، وهذا كي مره كتب عليا خايب ما خصنيش نعطي معلومه، او حنا خصنا نتعاملوا دابا في واحد الظرفيه اننا كامل خصنا نتعاملوا باش تخرجوا من هاد الظرفيه ديال الكورونا، ماشي اننا خصنا نتعاملوا بهذه الطريقه هذه. ملي كنجيو نتكلموا على حالي امبارح قال واحد مساله على ان الاشاعه اللي هي كتمشي بواحد الطريقه يعني او واحد النيه مبيته، يعني كتكون كتستعمل فيها مجموعه من الاشياء، يعني كتكون يعني فيها اهداف، ماشي غير اشاعه عاديه كيخرجها واحد الشخص ولا شخص معين يعني على موقع التواصل الاجتماعي، كنود اي شخص بامكانه انه يبقى يعني كيجي يشوف، يعني كنشوفوا ان هذا المشكل ديال دعم الخيول، مجموعه من الناس كينتمي لواحد الحزب معين، البي جي دي هادو كيتيروا في خنوش على اساس لانه هو كيترأس وزاره الفلاحه وكذا بهذه الطريقه، وعلم ملي كنلقاو مثلا موضوع اخر ديال كيمس وزير معين مثلا من البي جي دي ولا كينوضوا فئات اخرى حتى هما كينوضوا كيزكوا، واخا تكون اشاعه ما كيبغيوش يعني تيقوها ويقولوا بان الاشاعه راه ما كايناش ولا كذا، يعني الاشاعه ولات يعني كتستغل بصراحة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي اللي شعب كتستغل كيستغلوها السياسيين أو عندهم حساب مع طرف معين باش أنهم ينوضوا ويقولوا بأن هذا السيد ما ماشي هو هذاك وكيكون سب وقذف وتشهير ومس، بحال واحد الإشاعة اللي بنت مؤخرا ديال واحد البرلمانية اللي هي كيقولوا بأن السيدة عايشة في أمريكا وكذا، يعني كنشوفوا أنه السيدة بشوية اليوم كيكون خرج الأب ديالها اللي هو عضو في المكتب السياسي، كان عضو سابق في المكتب السياسي ديال حسن ومعصر، وكيقول بان بنته ما كيمعشيش امريكان، هي كتقرا في جامعه الاخوين. نعم. ومجموعه من الناس يعني كيقولوا بان السيده هي اصلا يعني هي كتقرا غير في المغرب وما خرجتش من المغرب، يعني بحال هذه الاشاعات يعني كتستغل باش انها تضرب مجموعه من الاشخاص، وكتكون حسابات يعني باش تصفي الحسابات مع اشخاص معينين، ماشي يعني كثر ما هي يعني خاصة تحارب وخاصة يعني تلقى لها حل بهذه الفترة. نعم. بحسن زملائك الإعلاميين ومعارفك وكذا بغيناك شوية العود، بغيناك تختم لينا هذا اللقاء بالعود شي وصلة، وكنشوفوك دير هذا الدور التحسيسي بكبسولات الصفحة ديالك في الفيسبوك، بغيناك ما تردش لينا الطلب. قبل استفزني واحد التدخل ديالك ديال دابا هو الاول. العود هو الاول. لا الاستفزاز ما خصهاش تدوز. فعلا المراسل او الاعلامي خصو الخبر خصو ياخذ منه المهمه الجيده اللي كتفيد، مثلا واحد الاكسيدون ماتوا فيها عائله كامله، بقات فيها واحد البنت اللي عايشه بنت صغيره عندها شي 5 سنين، وجابوها للسبيطار الحسن الثاني ومشينا تما. الناس كلها بدك تكلم الحديث هذاك، ولكن اهم خبر اللي كاين تما شنو هو؟ وان داك البنت اللي بقات حيه ما كاينش واحد الطبيب نفساني اللي يعالجها يعطيها الخبر اصلا، هذا هو الخبر اصلا من الحوادث اللي كتوقع وداك الشيء، ولكن الخبر هو ان راه السبيطار ما فيهش طبيب نفساني اللي يقدر يعالج هذيك البنت وهذيك والاشاعه صانعوها حاقد وناشروها غبي راه هذه ما دور راه اللي كيصنع راه حاقد واللي كنشر راه غبي، هادي لانه الا هذاك كيحفر المغرب وداك الشيء وانت نشرتي راه انت غبي مشيتي معاه. واسمحوا لي غنجيب العود. غنجيب العود السي حسن باش نقبل بالخصم. واحد الملاحظه هشام، باش كلمه اخيره نعطي السي مصطفى عفيف يعطينا كلمه اخيره. الكلمة الأخيرة الزميل هشام، هو كنشكرك بعدا على هذا اللقاء اللي سمعتينا فيه مع الزملاء سي حسان سي المرزوقي سي كرام، وأنت كذلك في ظل الحجر الصحي، هي رسالة لجميع المغاربة، بقاو في ديوركم،
لان الوضع صعيب. الا بقينا على التهور ديالنا كمواطنين وكنخرجوا للشارع بدون اي غرض، فاحنا غنجيبوا المدركه سواء لينا سواء الابناء ديالنا سواء العائله ديالنا. كنتمنى ان الجميع ياخذ الرساله، وهي رساله واضحه، حينما تقول وزاره الداخليه وزاره الصحه شدوا ديوركم، يعني شدوا ديوركم. جزاكم الله خيرا. شكرا لك ابو العاي مصطفى، شكرا على نيتك الدعوه. سي برزوقي حقا تتخسر الكلمه الاخيره ديالك السي برزوقي، انت عارفينك فنان شي حاجه ديال الانشاد. لا 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 كيعرفوا الناس حتى شي حاجه ديال الانشاد. ماشي فنان انا اخويا، ماشي جاتني الفن. المنشد الاعلامي دابا احنا بالاشاعه غندوزو الفن. لا ماشي اشاعه انك منشد حقيقه. تفضل اسي وصلنا الحجازه سي حليم. عطاك كلمه الاخيره ديال مرزوقي. ها كنسمع العود. انا واحد الاغنيه عزيزه عليا هي تاع شعر محمود درويش، وكنت لحنتها شحال هذه، وغنهديها لكم نتوما الزملاء والموقع تاع اخبار ستات وكذلك المواطنين تاع ستات. فكرتينا بيا مات هادشي. لا لا واي واي مرزوقي. نعم نعم شي موال يلاه مرزوقي. راه ماشي راه موسيقى
رمضان تجلى وابتسم أرضى مولاه بما التزم طوبى للتقوى رمضان تمام البركات رمضان زمان الحسنات رمضان الصلوات طوبى للنفس بارك السيد راهو السي مرزوقي. طبعا انا ملي كنصطفى ما كنعرفو نديرو حتى حاجه والو الموهبه والو باسم ما يقدرش يستمر باسم متتبعي جريدة أخبار ستات الإلكترونية أشكر جزيل الشكر زملائي الإعلاميين على هذه الجلسة الشيقة وهذا النقاش الجميل وعلى هذه النهاية الجميلة لهذا البرنامج. أشكر سعد إبراهيم مرزوقي صحفي في جريدة أخبارنا، أشكر زميلي سي حسن الحليم صحفي في جريدة الأحداث المغربية، وأشكر زميلي وصديقي سي مصطفى عفيف صحفي في جريدة أخبارنا. شكرا لكم جميعا وألف تحية، ألف تحية لمتتبعينا الكرام. سيستمر اللقاء، سيستمر برنامجنا اليومي، وإلى الملتقى. لا أنسى أن أشكر زميلي سعد حميد كرام الصاهر على كل صغيرة وكبيرة في هذا البرنامج. أشكر سفيان اللطي في فريق الإعداد. ألف تحية لكم جميعا وإلى اللقاء. تحية لكم.